اليوم وليد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله كما تشوف يمكن الماتش كان شوط مشوط اكثر. الشوط الاول خط علينا حبة قدام مع عامل الريح كان يساعدهم. مع هذا ضعنا الانفراد تاع الزكاة. الشوط الثاني كان ضربة بضربة. كنا قادرين نسجلوا كما هما قادرين يسجلوا. برافو على القلعة كان في المستوى وتصدر ضربة جزاء. الحمد لله نقطة إيجابية في ملعب صعيب وميدان صعيب وفريق صعيب وحبة قدام. إن شاء الله نقطة خير في مباراة حية في قادم الشوط.